حنا واحد الشركه ديال التعقيم، خدينا هذه المبادره تقريبا 22 مارس وقت خدينا هذه المبادره هذه، وتنعقموا جميع الادارات اللي تتوافد عليها بالنسبه للموظفين. وهذا بالنسبه تنعقموا الادارات، ملي تندخلوا شي اداره تنعقموا هذاك الشيء بالنسبه للناس ترتاح شويه، ما تبقاش داك الستريس وهذا. وان شاء الله باذن الله غادي نقوموا بتعقيم بعض الاحياء، وديجا قمنا بتعقيم بعض الاحياء، هذا تعقيم مجاني لجميع الادارات بالنسبه للارجيون فاس مكناس. وحنا حطينا واحد الرقم، واحد بيبليسيتي، باش اللي احتاجنا ولا شي حاجه تيعيط لنا حتى ياخذ واحد الطريزاسيون، حتى ما يمكنناش نمشيو نعقموا الادارات هكا اكثر، ضروري من طريزاسيون. هذا موافقه مدير الاداره ولا بالنسبه لاي جهه معنيه في هذا الامر هذا. والنيت غادي نقوم ان شاء الله بتعقيم بعض الاحياء فاس ان شاء الله باذن الله، لان عندنا كثير من الطلبات وهذا، وهذا المبادره هذه تنقوم بها بالمجان، ولا بد احنا غادي نعاونوا بلادنا في هذه الظرفيه هذه، باش ما عطانا الله من قوه غادي نعاونوها ان شاء الله باذن الله. وتنبلغ الشكر الجزيل لجميع المتدخلين وجميع الناس اللي واقفين في هذه البلاد هذه. انا بالنسبه ياخذ تصريح من عند السلطات، وحنا موجودين راه الامر السلطات، والسلطات راه تتعاون معنا بشكل زعما دائم، فهمتي. وتنشكروا بهذا المنبر، تنشكروا جميع الناس اللي مساندانا، وتنشكروا جزيل الشكر لولايه فاس مكناس وبالدور ديالي، تنقدم التعازي لجميع الضحايا ديال هذا الكوفيد 19. فاس اليوم المرحله الثانيه ديال العمليه اللي كيقوم بها المكتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين، واللي كتستهدف مجموعه ديال القطاعات المنضويه تحت اللواء ديالو، القطاعات اللي لا زالت تشتغل لحد الساعه. اليوم بشراكه مع شركه ديال التعقيم، شركه اللي كتميز يعني بكفاءه ديالها، مجموعه ديال الادوات ومجموعه ديال المعدات متطوره، وكذلك مجموعه ديال وسائل او مواد التعقيم. اليوم بدينا في المرحله الثانيه بتعقيم طاكسي صغير وسميتو حافلات النقل العمومي سيتي باص، وكذلك الاحياء المجاوره للمقر ديال الاتحاد العام. والان نحن في سوق، نحن الان في سوق الجمله، وبالضبط امام مقر المكتب النقابي ديال الاتحاد العام الشغالين ديال تجار بيع الخضر والفواكه في سوق الجمله. وقمنا بالتعقيم ديال السوق كامل، واغلبيه ديال المناطق ديال هذا المرفق العمومي، حفاظا اولا على السلامه ديال المواطن الفاسي خاصه والمواطن المغربي. وكذلك كتندرج هذه العمليه في اطار التضامن وفي اطار التكافل وفي اطار التعاون والتآزر لحد من تداعيات هذه الجائحه، جائحه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. الكل مدعو انه يدير اليد في اليد ويحاول انه يعطي شي حاجه لهذا الوطن. نحن الان بدون مزايدات وبدون انتماءات، نحن في خدمه الوطن، في خدمه سلامه المواطن، وبالتالي لا مجال للمزايدات. مازال المرحله فيها جوج ديال المراحل ان شاء الله. مرحله يوم الاثنين اللي غادي تستهدف مجموعه ديال المرافق العموميه التي لا زالت كتشتغل، وكذلك بعض العربات، وتوزيع الواقيات وتعقيم العربات للعموم، وكذلك توزيع الواقيات للعموم في الشوارع الرئيسيه. البارح وزعنا في الشوارع الرئيسيه، ولكن حفاظا على الحجر الصحي وحفاظا على السلامه والانضباط ديالنا والتزام الحجر الصحي، حاولنا اننا نديروا العمليه بواحد الطريقه مسرعه، لانه الناس كتجمع